بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفرائض. وكنا قد توقفنا عند قول باب ميراث ابن الملاعنة أو ابن الملاعنة. قال باب ميراث ابن الملاعنة أو ابن الملاعنة. ذكر رواية عن واسلة ابن الأسقع رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه أو لعنت عنه. قال: المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وبيذكر أيضا، قال المحقق في هذه الرواية أنها ضعيفة. ذكر أيضا في رواية عن مكحول رحمه الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. فبيذكر هنا ميراث ابن الملاعنة أو ابن الملاعنة، فهذا ابن لعنت عليه أمه. وقلنا المقصود من ذلك أن أباه قد نفى نسب ذلك الولد، وبالتالي بتتم الملاعنة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور. ثم يفرق بينهما، ثم بيفرق ما بين الرجل وبين المرأة، وأن ذلك الولد لا ينسب إلى ذلك الرجل، ولكن ينسب إلى أمه، حينسب إلى أمه ولا ينسب إلى ذلك الرجل، لأنه لاعن على نفي النسب. بنفرق ما بين أمرين: الملاعنة على الزنا والملاعنة على نفي النسب. فلما لاعن على نفي النسب فهذا الولد لا ينسب إلى أبيه عند ذلك، ولكن ينسب إلى أمه. فإن مات ذلك الولد، فيا ترى لو كان قد حاز مالا، يبقى هذا المال حيذهب إلى أمه. نقول إن هو ملوش عصبة، لأن هو انقطع لم ينسب إلى الأب، وبالتالي لا يكون له عصبة. فهذه الحالة قال: المرأة تحرز ثلاثة مواريث، يبقى عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وده الشاهد من هذه الترجمة. لذلك قال أبو داود رحمه الله: ميراث ابن الملاعنة. قال أن المرأة تحرز أي تجمع. قال: العتيق ميراث عتيقها، فإنه إذا اعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث بترث ماله بالولاء. قلنا أسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة، قال منها العتق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وذكر أن الولاء لحمة كلحمة النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحالة المرأة تكون عصبة، إن كان ذلك العبد قامت بعتقه، فلو مات ذلك العبد وكان عنده مال ولم يكن عنده ورثة، يبقى هذه المرأة المعتقة حتارث مال هذا المعتق بالعصبة. يبقى المرأة في الحالة دي اللي هي المعتقة حتارث مال ذلك المعتق بالعصبة، وإن كان له ذرية وبالتالي لم يكن عنده عصبة، يبقى حنقول أن الفروض أو الأنصبة حتعطى لأصحاب الفروض، فإذا بقيت فضلا من ذلك الميراث أو تلك التركة حتقول إلى المرأة المعتقة. يبقى حازت المال بالعصبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، سواء كان ذلك العتق بسبب أو بغير سبب. قلنا كفارة مثلا ففيها عتق الرقبة، فلو اعتقت هذه الرقبة بهذا السبب يبقى أيضا ما زال ذلك الولاء لها، مش شرط أن الولاء لمن أعتق،
يبقى كان ذلك العتق كقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لو أعتق كنتيجة إنه كفارة لحنث يمين أو ظهار أو قتل خطأ أو غير ذلك، يبقى الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء نقول أعتق ابتداء يبقى كقرب إلى الله عز وجل، أم أنه أساسا أعتق بسبب من أسباب، فالولاء لمن أعتق كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فإذا مات هذا المعتق ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء، أو لو كان له ورثة من أصحاب الفروض وأن أنصبة أصحاب الفروض لم تستغرق التركة بأكملها، فما بقي من هذه التركة يذهب إلى هذه المرأة المعتقة بالعصبة. قال ولقيتها، هو طفل يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه، يبقى لو كان هذا اللقيط أخذته المرأة ثم قامت بتربيته وبعد ذلك كان يعمل فحاز على مال ثم مات هذا اللقيط، مات هذا اللقيط ولم يكن له وارث، يبقى في الحالة دي قال إن المرأة أيضا ترث مال ذلك اللقيط بالعصبة. ولكن كما قال الإمام الخطابي أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء وحر، هو حر، فإذا كان حرا فلا ولاء عليه الأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء، وليس بين اللقيط ومن التقط ذلك اللقيط واحد من ذلك من هذه الأسباب. يبقى أسباب الإرث، يبقى نقول النسب وكذلك العتق وكذلك المصاهرة، هذه أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. النسب، النسب اللي هو المقصود به الأب الأم الأب العم وهكذا، وكذلك أيضا الأب العم الأم البنت وهكذا. المصاهرة يبقى ليها الزوجية وكذلك العتق، يبقى دي أسباب الإرث. لكن هنا اللقيط يعني لا يدخل في أي سبب من هذه الأسباب، هو حر، كل ما في المسألة أن ذلك الرجل أو هذه المرأة التقط ذلك اللقيط فقامت بتربيته، يبقى أحسنت إلى ذلك اللقيط، وبالتالي لها الأجر والثواب، لها الأجر والثواب. وأنك إنسان يعني مات أبوي وهذا طفل صغير فأخذه رجل ورباه، يبقى هياخذ ذلك الأجر والثواب. اللقيط أيضا نفس القضية، يبقى ده فقد أبواه ويبقى في الحالة ديت أو لا يعرف له أب ولا أم فهيؤخذ ثم يربى، قلنا لأن طبعا لا يترك حتى تنهشه الكلاب أو تنهشه الحيوانات المفترسة فيموت، فعلى ذلك وجب على المسلمين أن يأخذوه ثم يقومون برعايته وبتربيته. لكن مش معنى أنه هو رب ذلك اللقيط أو أحسن ذلك اللقيط يبقى له هذه الحقوق، نقول لا، يبقى هو بيؤجر ويستمع عند رب سبحانه وتعالى، ولكن هذا اللقيط ليس بعبد، هو ما زال حرا، والولاء لمن أعطى فهو ليس بعبد، قلنا عشان يبقى هذا ولاء ذلك اللقيط لمن التقط، ولكن هو ما زال حرا، وأن الملتقط يعني إن رباه وأحسن إليه حيثاب ويجازى على ذلك عند رب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى المرأة تحرز ثلاثة مواريث يبقى عتقها، يبقى ده كلام ثابت بالأحاديث، ولقيتها لكن طبعا هذا غير ثابت، نقول لأن اللقيط ما زال حرا ولا يدخل في أي سبب من أسباب الإرث، لأن أسباب الإرث ثلاثة كما بينا. ولدها الذي لعنت عليه أو لعنت عنه، قال أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر، يبقى الولد ده لا يرث يعني هذا الأب لأنه لم ينسب إليه، وكذلك لو مات الولد يبقى هذا الأب لا يدخل في الميراث، قلنا لأنه نفى نسب هذا الولد إليه، ومن أسباب الإرث النسب، فالنسب ده مقطوع، النسب في الحالة دي مقطوعة. وقال ولأن التوارث بسبب النسب انتفي باللعان، وأما يعني بالنسبة من جهة الأم فهذا ثابت، نسبه من جهة الأم ما زال ثابتا ويتوارثان، نقول أنه حينسب إلى أمه، يبقى هذه أمه لو مات يبقى أمه ترثه، أو ماتت الأم هو يرث أيضا هذه الأم، يرث هذه الأم، وبالتالي نقول أن نسب الأم ما زال موجودا، لكن النسب المقطوع هو من جهة الأب، من جهة الأب. فعلى ذلك يبقى هذا الولد حيرث من جهة الأم، وكذلك الأم ترث
ذلك الولد. ولذلك ما قال مكحول رحمه الله: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمي، لأن النسب موجود، يبقى أمه لما ترثه أو يرث الأم نقول من جهة النسب، يبقى هذا سبب ما زال قائما بينه وبين أمه، لكن هذا السبب مقطوع من جهة الأب. وبالتالي قال: ولورثتها من بعدها. فابن الملاعنة يكون ميراث لأمه، فيكون الأم سامها ثم لعصبتها على الترتيب، وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن الميت أو زوجة، فإن كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحق كما في سائر المواريث. قلنا الولد هو كبر ويتزوج وكان له أولاد، يبقى تزوج وكان له أولاد، يبقى في الحالة دي لو مات يبقى الأم هترث ذلك السهم، لكن نقول هذا الولد حاز مالا ثم مات، يبقى الأم في الحالة دي هتأخذ أيضا السهم من الولد، وإن كان له إخوة من الأم يرثون، ثم بعد ذلك يقول باقي المال إلى الأم، يقول باقي المال إلى الأم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمي، يبقى معنى الكلام إن نقول هو بالنسب، وإن كانت الأم ده لها أولاد حتى من ذلك الرجل الذي لاعن على نفي نسب ذلك الولد، يبقى هؤلاء الأولاد يرثون هذا أخوه من الأم، يبقى ده أخوه من الأم، يبقى كل أولاد الأم سواء كانت من ذلك الرجل أو من غيره هم أساسا إخوة لأم بالنسبة للولد، فالأم حترث وكذلك أولاد هذه الأم يرثون من ذلك الولد، نقول أنهم إخوة لأم، طبعا بيأخذه بالفرض، طب باقي التركة يقول ذلك إلى الأم، حيقول ذلك إلى الأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. فإن ماتت الأم، يبقى إن ماتت الأم نشوف والله ورثت الأم ده هي، يبقى ما ماتت الأم قبل ذلك الولد، يبقى يا ترى في الحالة دي حيذهب المال إزاي؟ يبقى حننظر كده، يبقى ورثت هذه الأم لهم ذلك الحق لو مات الولد وحاز ذلك المال، يقول هذا المال إلى هؤلاء الأولاد ثم إلى هذه العصبة اللي هي من جهة الأم. قال: باب هل يرث المسلم الكافر؟ فذكر في رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقال أيضا في رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، يعني المحصر، وذاك أن بني كنانة حلفت قريش على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. فبيذكر أيضا في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، أو لا يتوارث أهل ملتين شيئا. أيضا في رواية عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما. وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم. لكن قال المحقق أنها رواية ضعيفة. فبيذكر هنا الحكم على مسألة هل يرث المسلم الكافر أو يرث الكافر المسلم، فذكر وافتتح الكلام بهذه الرواية المذكورة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لذلك من موانع الإرث قال: اختلاف الدين. يبقى هنجد كده هذه أسباب الإرث وهذه موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة، منها في موانع الإرث أساسا اختلاف الدين، وطبعا الرق والقتل، يبقى دي موانع الإرث ثلاثة: القتل، وكذلك الاختلاف الدين، وكذلك الرق. قلنا لأن العبد ملكية العبد ضعيفة وبالتالي لا يملك،
فما ملك ذلك العبد كان للسيد، فلذلك لا يقول هذا المال يبقى الرق مانع من موانع الإرث، يبقى القتل والإرث والرق وكذلك اختلاف الدين يبقى دي موانع الإرث. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف، فالجمهور من الصحابة والتابعين بعدهم على أنه لا يرث أيضا، بناء على هذه الرواية المصرحة بذلك الأمر أن المسلم لا يرث الكافر وكذلك الكافر لا يرث المسلم. فذكر الإمام النووي رحمه الله قال أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم. قال أما بالنسبة أن المسلم حيرث من الكافر قال ففيه خلاف، فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا يرث أيضا. قال ذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد المسيب ومسروق رحمه الله وغيرهم أيضا إلى أنه يرث من الكافر، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال وحجة الجمهور هذا حديث صحيح، قلنا ده حديث نص في المسألة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولكن من ورث المسلم من الكافر استند إلى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نقول الكلام ده حينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. نقول يبقى لو قتل ذلك المسلم الكافر يبقى في أحكام الشريعة أن هذا المسلم لا يقتل بذلك الكافر، لا يقتل بهذا الكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. احنا طبعا في مسألة القصاص بيبقى فيها المساواة والمماثلة، المساواة والمماثلة، فالمسلم أعلى، المسلم أعلى، وبالتالي فالمسلم لا يقتل بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال والمراد من حديث الإسلام فضل الإسلام على غيره، فضل الإسلام على غيره، يبقى بيبين كده فضل الإسلام على غيره، ولكن لا يقصد بذلك أن المسلم حيرث من الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نقول النص الصريح أن المسلم لا يرث الكافر والكافر أيضا لا يرث المسلم كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. لذلك كان التعليق قال وليس فيه تعرض للميراث، فلا يترك النص الصريح، قال ليس فيه تعرض للميراث فلا يدرك النص الصريح، يبقى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يبقى ترى ده بيطبق على مسألة الميراث؟ لا، ده ما فيهوش تعرض للمسألة، فعندنا النص الصريح أن الكافر لا يرث المسلم وكذلك لا يرث المسلم الكافر، يبقى ده نص صريح في المسألة تم العمل من خلال هذه المسألة. أما الرواية الأخرى فنقول يبقى لها وجهات في التطبيق لكن ليس فيها تعرض لمسألة الميراث، ولكن مثلا في هذه المسألة ذكرناها أن المسلم لا يقتل بالكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما المرتد، يبقى ده إنسان مسلم وبالتالي ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى، قال فلا يرث المسلم بالإجماع. أما المسلم المرتد فيه أيضا خلاف، فعند مالك والشافعي وغيرهم أن المسلم يرث منه، وقال أبو حنيفة رحمه الله وما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال، وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين. تكلم على مسألة المرتد، مرتد يعني نقوله المرتد ده زي إنسان سب الدين ومات، إنسان سب الدين كده ومات، هذا مرتد، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فده مرتد. يبقى لو احنا تخيلنا كده انسان رجل مثلا مالي غني وسب الدين ثم مات، يبقى هذا في الحاله ده دي مرتد، يعني الاحكام دي ما فيهاش لا مجاملات ولا فيها عواطف ولا فيها عاطف، ارتد. يبقى ده لان هذا سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى. نتخيل انسان سب الدين ثم مات، يبقى في الحاله دي هذا الانسان يبقى مرتد، ماله اصلا يقول الى بيت مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، سواء كان كافرا اصليا او كان مرتدا كافر. يبقى نقول الكافر، يبقى هنا المسلم لا يرث الكافر، نقول الروايه يعني لم تصرح يعني ده يبقى كافر اصلي، يعني اصلا هو نشا على الكفر
ولا طرأ عليه الكفر فده زي المرتد؟ الكافر بصفة عامة. يبقى لا يرث المسلم الكافر، فإن مات وكان على الكفر سواء كان كفرا أصليا كافرا أصليا أو كان مرتدا، يبقى المسلم لا يرث الكافر عند ذلك. فلذلك قال المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. يبقى المرتد كده لو مات يبقى هذا الرجل سب الدين وبالتالي هنا لم ينطق الشهادتين، ومات ولد لذلك الرجل بعد سب للدين، يبقى الرجل ده سب الدين ولده مات، يبقى ولده لو كان عنده مال هذا الرجل لا يرثه. قلنا الآن الواقع عند الموت أنه ليس بمسلم ولا يرث المسلم الكافر عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسلم من المرتد قال في أيضا خلاف، لكن جمهور علماء أن المسلم لا يرث منه، يبقى المسلم لا يرث من ذلك المرتد. وأبو حنيفة رحمه الله أن نفرق ما بين أمرين، المال اللي هو اكتسبه في ردته هذا لبيت المال، هذا لبيت المال. طبعا الكلام ده المال اكتسبه في ردته ومات على الردة، لو هو تاب إلى الله سبحانه وتعالى ونقول يعني نطق الشهادتين يبقى في الحالة ديت رجع إلى الإسلام، فنقولش والله أنت كان في فطرة كده كتسبت فيها المال، لا نقول زي كافر وأسلم، فهذا المال مملوك له، يعني هذا المال مملوك له. وبالتالي أبو حنيفة رحمه الله قال يفرق بين أمرين، ما اكتسبه في ردته قال هذا لبيت المال. نتخيل كده إنسان ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى وبالتالي كان بيعمل وتكسب، كان في تجارة مثلا وغير ذلك وتكسب مال، مات على ردته. فأبو حنيفة رحمه الله قال الجزء اللي هو اكتسبه في الردة يبقى ده يقول إلى بيت المال، والجزء اللي هو كان اكتسبه في حال إسلامه يبقى يقول إلى ورثته المسلمين. لكن نقول القول هو ما قال الإمام مالك والشافعي رحمه الله أن المسلم لا يرث منه، سواء بقى بغض النظر يعني متى اكتسب هذا المال، اكتسب المال ده في حال إسلامه أو في حال ردته، يبقى في كلا الأحوال هو لا يرث المسلم من هذا المرتد شيئا، وكل مال المرتد حيقول إلى بيت مال المسلمين، يقول إلى بيت مال المسلمين. قلنا الآن لو إنسان مات وليس له ورثة يبقى المال ده بيذهب إلى بيت مال المسلمين، كذلك مال المرتد فإنه بيذهب إلى بيت مال المسلمين. ثم استند أيضا أبو داود رحمه الله في قوله أن المسلم لا يرث الكافر، استند إلى الرواية الأخرى التي ذكرها أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي، يبقى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه بيسأله، قال رسول أين تنزل غدا، يبقى الكلام ده لما كان في حجة الوداع، قال وهل ترك لنا عقيل منزلا، ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب، وذاك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم، فذكر قال وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب شيئا لأنهما كان مسلمين. أبو طالب لما مات معلوم أن عليا كان مسلما وجعفر ابن أبي طالب أيضا كان مسلما، ولكن عقيل كان ما زال على الكفر وكذلك طالب، فقال لم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كان مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. يبقى دي كلام دامغ أن المسلم لا يرث الكافر، لأن علي لو كان له نصيبا في مال أبي طالب لا ورث ذلك الجزء، ولكن لم يورث من أبي طالب شيئا، أن أبي طالب كما معلوم مات على الكفر، وعقيل وطالب كان ما زال على الكفر فورث من أبي طالب، أما علي رضي الله عنه وجعفر يبقى لم يرث من أبيهما شيئا، قلنا لأنه مات على الكفر وكان مسلمين. وقال الخطابي رحمه الله موضع استدلال أبي داود رحمه الله من هذا الحديث فأن المسلم ليس كافر أن عقيلا لم يكن أسلم يوم وفاة أبي طالب فورثهم، وكان علي وجعفر مسلمين فلم يرثا، ولما ملك عقيل رباع عبد المطلب باعها، فذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك عقيل منزلا، يبقى كان هنا في الحالة دي آلت إليه تلك التركة وبالتالي قام ببيعها
لكن لم يكن هناك نصيب لعلي بن أبي طالب ولا جعفر في مال أبي طالب. نقول أن أبا طالب مات على الكفر، وعلي وعلي رضي الله عنه وجعفر كان على الإسلام فلم يرث شيئا. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل ترك عقيل منزلا. وقال الإمام النووي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث حلفت قريش على بني هاشم، قال تحالفوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة لهذا الشعب وخيف بني كنانة. ومعلوم كتبوا الصحيفة وضعها في الكعبة، وأتت أيضا هذه الدويبة ثم أكلت الصحيفة ما فيها من الكفر وتركت ما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأخبر جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر عمه أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا كما قال فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم. قال إنما اختار النزول هناك شكرا لله تعالى على النعمة في دخوله ظاهرا ونقدا لما تعاقدوه بينهم. يبقى اختار النزول في المكان ده قال لإظهار الشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة في دخوله ظاهرا وكذلك نقدا لما تعاقدوا بينهم. ثم ذكر رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى أو لا يتوارث أهل ملتين شيئا. قال والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر. الرواية دي يعني بتوجه إلى صورتين، لا يتوارث أهل ملتين شيئا يبقى أهل الملل الكفرية، أو أن هو المقصود لا يتوارث أهل ملتين شيئا اللي هو بيتكلم على الإسلام والكفر، بيعتبر الكفر ملة واحدة. يبقى في قول أن الكفر طبعا ملة واحدة فبيعتبر أن هو الكفر ملة واحدة مش ملل متعددة. والصورة الأخرى لا يتوارث أهل ملتين شيئا يبقى بيعتبر كده يبقى ما بين أهل الكفر يبقى لا توارث ما بين أهل الكفر أو الملل المختلفة من الكفر لا توارث. والصورة الثانية قالوا أن هي الملل الكفر كله ملة واحدة فبالتالي إسلام أو كفر. يبقى إسلام أو كفر نقول مثلا ده نصراني ده يهودي ده بوذي كذا كل دول كفرة كل دول كفرة فالكفر ملة واحدة فالكفر كده ملة واحدة وبالتالي بقى إسلام أو كفر. والبعض قال يبقى نقول أن كل ملة يبقى لا تتوارث من غيرها، يبقى حتى في ملل الكفر يبقى النصراني لا يرث من اليهودي ولا اليهودي يرث من النصراني، يبقى ده لا يتوارث أهل ملتين شتى. يبقى على حسب التوجيه، إما أن هم اعتبروا أن الكفر ملة واحدة يبقى لا يتوارث أهل الإسلام من أهل الكفر بغض النظر عن ديانة ذلك الكافر. ويبقى دي صورة. الصورة الثانية أن يبقى كل ملة كفرية يبقى مختلفة عن الأخرى، يبقى يهودي ده ملة كفرية النصرانية على ملة كفرية، وبالتالي لو كان في نسب يبقى ده مثلا الأب نصراني وهذا الولد يهودي، مات الأب يبقى الابن لا يرث منه أو مات الابن فالأب لا يرث منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيئا. يبقى فلذلك قال والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر. وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كحديث لا يرث المسلم الكافر. يبقى لا يتوارث أهل ملتين شتى يبقى قالوا تفسير هذا الكلام لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبغض النظر عن يعني كفر ذلك الكافر. نقول هو على أي ديانة على أي ملة فالكفر كله ملة واحدة ملة واحدة. يبقى والبعض اللي يقول مثلا الكفر ملة واحدة قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يبقى قالوا ان هي تعتبر كملة واحدة كملة واحدة. ولكن طبعا يعني ده في الكلام في الكفر غير في الميراث لا يتوارث أهل ملتين يبقى أيضا يبقى المسألة كما قال البعض لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين بالكفر. يبقى كما نقول النصراني يرث اليهودي ولا اليهودي يرث النصراني. قالوا أما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت لما يقل بعموم الحديث
الملل كلها إلا الأوزعي. لو قال أنس اليهودي النصراني والعكس وكذلك سائر الملل، يبقى حملوا هذا الكلام، يبقى لا يرث المسلم الكافر، دي أدي نص صريح، لا يتورث أهل ملتين شتى، يبقى بين الأمرين قلنا إما إن هو الكفر اعتبره ملة واحدة يبقى بين الإسلام والكفر، أو إن هو الكفر أيضا ملل مختلفة يبقى لا يتورث أصحاب هذه الملة الكفرية من أصحاب الملة الكفرية الأخرى المختلفة عن هذه الملة. ثم ذكر أيضا رواية قال عنها المحقق إنها ضعيفة عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، دول أخوين يبقى أخوان، اختصما إلى يحيى بن يعمر فيهودي ومسلم، فورث المسلم منهما، فقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم. لكن هذه الرواية يقول عنها المحقق أنها ضعيفة، وكان التوجيه الإسلام يزيد ولا ينقص، قال يزيد بالداخلين فيه ولا ينقص بالمرتدين، أو يزيد بما يفتح من البلاد ولا ينقص بما غلب عليه الكفرة منها، ده توجيه من التوجيهات. واستدل من قال برواية معاذ رضي الله عنه قال على أن المسلم بيرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم، يبقى البعض اللي هو قال أن المسلم حيرث الكافر يبقى وجه الاختلاف، يبقى أن هذه رواية كما قال أن معاذ رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم، ولكن هذه الرواية كما ذكرنا أنها ضعيفة. ثم ذكر باب آخر وباب في من أسلم على ميراث، قال باب في من أسلم على ميراث، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية هو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، قال في من أسلم على ميراث، في من أسلم على ميراث، قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، فإنه على قسم الإسلام. يعني بيتكلم على مسألة إن رجل مثلا مات ولكن كان عنده من الورثة يعني من اختلف معه في الملة، طبعا احنا قلنا اختلاف الدين ده مانع من موانع الإرث، مانع من موانع الإرث، فنقول هذا الرجل أسلم، يبقى نقول كده الرجل ده كان نصراني وأسلم كل هو والأسرة إلا ابن من أبنائه، الرجل ده مات وكان الولد ده لما مات الرجل كان على النصرانية ولكن قبل تقسيم الميراث أسلم، يا ترى في الحالة دي هيعد من الورثة وله نصيب في هذا الميراث ولا العبرة من الورثة عند موت ذلك الموروث، يبقى مين الورثة ولا عند الموت بيعتبر الكلام ده ولا الاعتبار عند تقسيم الميراث، يبقى نقول قبل تقسيم الميراث أسلم، هل هيعد كده من الورثة يرث في مال ذلك الرجل رغم ان هو هذا الرجل مات وكان الولد ما زال على النصرانية، فالعبرة بموت هذا الرجل اللي هيورث، وبالتالي من الورثة عندما مات ذلك الرجل ولا عند تقسيم الميراث، لو أدرك الميراث قبل قسمته يبقى يدخل في هذا الميراث وفي ذلك التقسيم. هنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.